بص يا ايتن، انت يعني بحكم معرفتي بيك انا عارف انك شخصيه قويه، ولكن بتصعب عليكي نفسك بسرعه وبتعيطي. قوي. ايه الموقف اللي انت فاكراه اللي كان اذاكي كده وخلاكي تعيطي في حاجه في الشغل؟ والله انا دايما بعيط، انا دايما بعيط ودايما بحس بالظلم، ودايما ربنا بيجيب لي حقي بعد ما العمل بيتذاع والناس بتكسر، يعني الناس بتكسر السوشيال ميديا عليا. وعلى فكره من زمان، يعني من ايام الدالي وبعد الدالي. أيوة. ياما انهارت ورجعت وكسرت البيت، وانا ليه بيتعمل معايا كده، وانا ليه مظلومه كده، ويا رب جيب لي حقي. وربنا بيجيب لي، ربنا بيجيب لك. بس انت ايه الموقف اللي انت فاكراه اللي انت فعلا مش هتنسيه؟ ولا هو حاجات انا مش حابه اتكلم فيها ومش حابه، لا من غير اسامي، انا مش مشكلة. حابه اوري الجانب ده للناس بصراحه. خلينا بس متفقين، خليهم شايفين الحلو، خلينا احنا الوحش. طيب. يعني خلينا هم شايفين الصوره من بره الحلوه الجميله ويتبسطوا بالاعمال اللي احنا بنعملها، مش مهم الكواليس. بس هيجي يوم ان شاء الله هقول كل حاجه، 60 70 سنه كده زي الراحله مريم فخر الدين، واقعد كده افضحهم كلهم وهقول واقول كل اللي عملوه فيا. طب السينما كان اول حاجه، سينما كانت ايه؟ كان النربي العتصامي. وده كان ترشيح مين؟ كان ترشيح مين؟ والله ما فاكره كان ترشيح مين، بس انا اللي كلمتني ليه كانت ايمان خليل، كانت منتجة مرات المنتج الراحل سامح العجمي الله يرحمه، وهي اللي كلمتني على الفيلم. وانا حتى لما رحت قريت كان الدور الثاني لسه فاضي بتاع يارا ولا لارا، مش عارفه كان اسمها ايه الشخصيه. قلت لهم يا جماعه لا انا مش عاجبني الدور ده، انا عايزه اعمل دور البنت بتاعت ده جامد قوي. قالت لي انت صدقيني انت الدور ده هتعمليه حلو، هيعلم مع الناس وهيبقى ليكي لزماتك وبتاع. فالمهم اتقدرت كده شويه ان هم مش عايزين يدوني الدور الاول يعني في الفيلم وبتاع، وقلت خلاص هعمل الدور الثاني. وعملت دور البنت الثانيه فعلا الحمد لله، الدور برده دغدغ الدنيا وكسر الدنيا. انت في فرق بين نجاح السينما والدراما؟ يعني اشتغلتي الاثنين، في فرق حسيتي بفرق ولا الاثنين زي بعض؟ والله الممثل هو هو، بس انا دايما استاذ نور الله يرحمه كان بيقول لي حاجه مهمه جدا، بيقول لي يا بنتي التاريخ الحقيقي للفنان السينما. هي دي التاريخ الحقيقي للفنان. الناس لما هيجوا بعد كده يبقوا بيحبوكي كممثله، هيجوا يتفرجوا لك على حاجه، هيجيبوا فيلم يتفرجوا عليه، مش هيجيبوا مسلسل. كان زمان مفيش بقى نتفليكس ومفيش شاهد طبعا. اللي هو بنجيب المسلسل نضربه في خمس ساعات، نضرب اول سيزون منه في خمس ساعات، كانش فيه الكلام ده زمان. فكان على اللي كان موجود اللي هو مكتبه الافلام، هي دي التاريخ، هي دي التاريخ بتاع السنة. هي دي الفيلم بيتعرض في التلفزيون بنسجله على شريط فيديو بنقعد نتفرج عليه وهو ده اللي بيعيش. طب انت شايفه انك برغم الكلام اللي انت قلتيه مقله في اعمالك في السينما، انت عامله اعمال دراميه كتير. والله انا كنت عامله توازن الى ان السينما العجله بتاعتها برغم انك اشتغلتي انت نجحتي في وقت كويس. اللي هو وقت ما بعد 2011 عملتي شارع الهرم وعملتي حصل خير وبعدها عملتي زنقه ستات لحد من سنتين. يعني الدنيا كانت كويس. تمام يعني لحد من سنتين السينما اصلا كان فيها انتاج وفرايتي وفي افلام كتير بتنتج كل سنه وبتاع. من السنتين اللي في الاخر دول هم اللي اعتقد ان انا فيهم مقصره شويه سينمائيا، بس مش بايدي طبعا، لان الشغلانه كلها متاثره بالظروف اللي حصلت. شايفه ان